أدعو المتسابق محمد مصطفى محمد نشيد من وزارة الشؤون الإسلامية في المالديف فرع الثاني. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. حسبك. السؤال الخامس، اقرأ من أول سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حسبك. بارك الله فيك. صدق الله العظيم.